ضمائر مفعول به اوبجكت. يعني شنو ضمير مفعول به؟ مثلا اقول اتصل بي، خليه اذا اقول اتصل بي بالانجليزي شنو نقول بالانجليش؟ call me ضمير مفعول به، وقع عليه حدث يعني فعل، يعني دائما يسبق بفعل. اتصل بنا call we call us اتصل بمن؟ بك او بك بك بكي بكم بمن بالعربي. اتصل بك، اتصل بك بكم، شو نقول؟ call you كل داري. زين اتصل بهم او بهن، بهم او بهن ما بدي ارفع، شو يصير؟ them them. اتصل به هي هو يعني لا مو هي فاعل. اسكت ما خليك زي ما استاذ عادي بخلص خليه يطلع صوت ما يخالف وداني قطع من المره. اوكي صح. كول اتصل به شو يصير؟ كول 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 اتصل به شو نقول؟ كول هيم كول هيم. اتصل بها ما يخالف طبعا اتصل بها استاذ ورفع اتصل بها كمل سال يا زين هاي غير عاقه طبعا ماكو شيء غير كم 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 حتى لا تنسوا دائما ضمير المفعول به يحصل عليه حدث يسبق بفعل ياتي قبلها فعل. call me call us call you call them call him